مرحبا. نسبة كبيرة من صديقاتي بخافوا يغامروا ويعملوا التشيز كيك المخبوزة، عشان هيك أنا اليوم قررت إنه أعملها بطريقة كتير سهلة وبثلاث مكونات بس. أول خطوة راح أعملها هي قاعدة التشيز كيك. عندي كوبين من بسكوت الشوكولاتة المطحون، راح أضيف عليهم معلقة صغيرة من القرفة المطحونة ومعلقتين من الزبدة، الزبدة بحرارة الغرفة، وكمان راح أضيف معلقة كبيرة من القشطة. راح نبلش نعجن البسكوت مع القشطة والزبدة. بعد ما امتزجوا بشكل جيد راح أفردهم بالصينية. أنا مستخدمة صينية التارت اللي هي بتكون متحركة من تحت. بس وبعد ما أفردها بهالشكل اللي راح أسوي إنه راح أدخلها الفرن لمدة 10 دقائق بس، بعدين أطلعها. ثاني خطوة راح نعمل التشيز كيك. راح أحط بالخلاط 400 جرام جبن كريمي قليل الدسم وراح أخليه يخفق لمدة 3 دقائق. وبعد 3 دقائق ولما صارت الجبنة كريمية راح أضيف عليها الحليب نسلة المكثف المحلى خالي الدسم. وبعد ما تأكدت إنه الحليب المكثف المحلى والجبنة انخلطوا كتير منيح مع بعض راح أبلش أضيف البيض. كمان راح أضيف عليهم الفانيلا. الخطوة الثالثة هي خطوة خبز الكيك. اللي راح أعمله إني راح أخذ خليط التشيز كيك وأصبه على قاعدة البسكوت. آخر خطوة راح أعملها قبل ما أدخل التشيز كيك على الفرن إني راح أخذ قطع أو حبيبات الشوكولاتة وأوزعها عليها بهالشكل. وشي كمان كتير مهم إنه ما ننسى نحطها بصينية أكبر منها فيها أو مملوءة لغاية ربعها بالمي. بعد ما خبزت الكيكة لمدة ساعة كاملة بالفرن، اللي عملته إني طفيت الفرن وفتحت ربع الباب وخليتها كمان ساعة لغاية ما صارت دافية، بعدين بطلعها وبخليها مغلفة وبدخلها على الثلاجة لمدة ليلة كاملة. اللي راح أعمله هلأ إنه راح أزينها بقناش كتير لذيذ وسهل وسريع. راح أضيف نص كوب من قطع الشوكولاتة مع معلقة كبيرة من الزبدة. كمان راح أضيف ربع كوب كريمة سائلة. عشان يطلع معاكم القناش مثالي دايماً استخدموا مقدارين من الشوكولاتة مقابل مقدار من الكريمة. وطبعاً شيء كتير مهم إنه ما ننسى التحريك المستمر، لأنه لو تركناها على النار راح تنحرق على طول. وهلأ راح نزين بالقناش، راح نصبه على التشيز كيك بهالشكل، بنوزعه على الكيكة. هلأ اللي راح أعمله أني راح أزينها بالتوت. طبعاً التوت لأنه شوية في حموضة فمع الحلو كتير بيعطي نكهة طيبة. وهيك خلصت وصفتي اللذيذة واللي بثلاث مكونات بس. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.